أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تكاتف الجهود الدولية لوقف الحرب في قطاع غزة ومنع توسع تداعياتها إنسانياً وأمنياً. وخلال استقباله السناتور لانسي جراهام زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي، حذر الرئيس السيسي من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية وما يرتبط بها من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أهالي القطاع، هذا فضلا عن انعكاساتها على الأمن الإقليمي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السناتور لينزي جراهام زعيم الأقلية الجمهورية باللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السناتور جراهام أشاد خلال اللقاء بالدور المحوري والأساسي الذي تقوم به مصر لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلا عن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر والولايات المتحدة والتي أثبتت الأزمات المتتابعة إقليميا وعالميا أهمية مواصلة الجهود لتعزيزها لكونها من أهم ركائز الاستقرار الإقليمي، منوها بالجهود والوساطة المصرية لاحتواء الموقف في قطاع غزة ومثمنا الأعباء التي تتحملها مصر لإنفاذ المساعدات الإغاثية. وأضاف المتحدث الرسمي أن السناتور جراهام حرص على الاستماع لرؤية السيد الرئيس حول سبل حل الأزمة في قطاع غزة، حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد أهمية تكاتف الجهود الدولية لوقف الحرب ومنع توسع تداعياتها إنسانيا وأمنيا، محذرا من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية وما يرتبط بها من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أهالي القطاع، فضلا عن انعكاساتها على الأمن الإقليمي، ومؤكدا ضرورة انخراط كافة الأطراف بجدية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وبما يسمح بالتقدم نحو تطبيق حل الدولتين لكونه المسار الأمثل لضمان العدل والأمن المستدام بالمنطقة. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب، يسجل بأسات كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. وأكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. كشف مصدر رفيع المستوى عن عقد اجتماع مصري أمريكي إسرائيلي غدا بالقاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح. وأكد المصدر أن هذه الخطوة تأتي في إطار موقف مصر الثابت من عدم فتح معبر رفح طالما بقيت السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني. وحمل المصدر الجانب الإسرائيلي مسؤولية النتائج عن إغلاق معبر رفح وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. المصدر أشار أيضا إلى وجود جهود مصرية مكثفة للعودة لمفاوضات الهدنة في ضوء الطرح الأمريكي الأخير. وفي المقابل أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه لا يمكن أن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة قبل تدمير حركة حماس. شدد نتنياهو على أن فكرة أن إسرائيل ستوافق على وقف دائم لإطلاق النار قبل تدمير القدرات العسكرية والقيادية لحركة حماس أمر غير مطروح. من جانبه حس زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لاباد نتنياهو على الموافقة على المقترح الأمريكي، مشيرا إلى أن حزبه سيدعم نتنياهو إذا تعنت شركائه في الحكومة من اليمين المتطرف. وشدد لاباد على ضرورة ألا تتجاهل الحكومة الإسرائيلية كلمة رئيس بايدن بشأن الاتفاق، مطالبا بضرورة إبرامه. كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن عن تقديم مقترح جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حماس وإسرائيل يشمل إطلاق سراح عدد من المحتجزين في القطاع. وفي كلمة له دعا بايدن حماس للموافقة على المقترح الجديد معتبرا إياه الطريقة المثلى للبدء في عملية إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
من وحي خارطة الطريق التي نادت بها مصر منذ بدء العدوان على غزة وعلى خطى محطاتها الرامية للتوصل إلى اتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني وينتصر للإنسانية، خرج الرئيس الأمريكي جو بايدن مستعرضاً مقترحاً إسرائيلياً جديداً بمراحل ثلاثة، خطوة تأتي من واقع إدراك الجميع بأنه لا مفر من وقف العدوان على قطاع غزة، كما أكدت مصر دوماً، ولا سبيل لتقريب وجهة نظر الطرفين إلا من خلال التوافق وتقديم التنازلات. ففي خطاب جاد دعا بايدن حركة حماس إلى الموافقة على عرض جديد من إسرائيل لإطلاق سراح المحتجزين مقابل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واعتبر هذا المقترح الطريقة المثلى للبدء في إنهاء الصراع على حد تعبيره. في هذا الإطار أكد بايدن أنه بوقف إطلاق النار سيتم توزيع المساعدات الإنسانية بأمان وفاعلية في القطاع. After intensive diplomacy carried out by my team. بعد محادثات العديدة مع قادة إسرائيل وقطر ومصر ودول أخرى في الشرق الأوسط، عرضت إسرائيل الآن اقتراحاً جديداً شاملاً، إنها خارطة طريق لوقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع المحتجزين. حماس من جانبها أبدت استعداداً متحفظاً على المقترح الأمريكي، معلنة أنها تنظر له بإيجابية لما تضمنه هذا الخطاب من دعوة لوقف إطلاق النار الدائم في غزة وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع وإعادة الإعمار وتبادل المحتجزين. واعتبرت حماس أن ذلك الموقف الأمريكي يعكس ما ترسخ من قناعة على الساحة الإقليمية والدولية بضرورة وضع حد للحرب على غزة، وجاء نتاج الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة. وفي تأكيد على أهمية الوساطة المصرية مع قطر والولايات المتحدة الرامية للتوصل لاتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار في القطاع، أعلنت الخارجية الألمانية أن الوساطة المصرية القطرية الأمريكية تحظى بدعمها الكامل. ألمانيا في بيانها رأت أن هناك ضرورة لاغتنام فرصة وقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية للوصول إلى وقف دائم للحرب. إذن وبرأي حليفتها الأولى واشنطن وبشهادة المجتمع الدولي، لم يعد أمام إسرائيل فرصة للنجاة من نار الغضب الداخلي ومرارة عزلتها الدولية المتفاقمة، غير التفكير في سيناريو ما بعد الحرب لكبح جماح خسائرها على كل الأصعدة، خاصة بعد أن تأكدت أن محاولات المراوغة في المفاوضات السابقة لم تؤتي ثمارها الخبيثة. فجهود الوساطة التي تصدرت المشهد فيها مصر وتعاونت خلالها مع قطر والولايات المتحدة كانت قد أوشكت على أن تفضي إلى اتفاق لولا التعنت الإسرائيلي، وهو ما أكده بايدن خلال خطابه صراحة عندما دعا الإسرائيليين إلى التروي والتفكير فيما سيحدث إذا ضاعت هذه الفرصة. We'll be right back.
أكد مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار لا يتضمن فتح كافة معابر قطاع غزة يعد منقوصا ويفاقم مأساة السكان. أشار بيان صادر عن المكتب إلى أنه لا بديل عن فتح كافة معابر القطاع وإدخال 1000 شاحنة مساعدات يوميا على الأقل، لافتا إلى اقتراب القطاع من مجاعة حقيقية في مناطق الشمال حيث لا يجد السكان ما يكفي لسد رمقهم. أضاف البيان أن الواقع الإنساني شمال غزة يزداد سوءا وأن السكان في العراء بعد استهداف مراكز الإيواء. إلى ذلك أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي دعم الأردن للجهود المصرية القطرية الأمريكية للتوصل لصفقة تبادل بين حماس وإسرائيل في أسرع وقت ممكن. وفي تصريحات له شدد الصفدي على ضرورة التعامل بجدية مع كل طرح يحقق وقفا دائما لإطلاق النار وينهي معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدا أهمية الجهود المصرية القطرية الأمريكية في هذا السياق، لافتا إلى أهمية اتخاذ المجتمع الدولي موقفا واضحا برفض العقاب الجماعي الإسرائيلي لأهالي قطاع غزة وربط وقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بما في ذلك التجويع والحصار بصفقة التبادل. رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين بخريطة الطريق التي اعتبرتها واقعية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والتي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن. أوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أن خريطة الطريق الإسرائيلية توفر فرصة حقيقية لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 7 أشهر، مشيرة إلى أن هذا النهج المكون من 3 مراحل متوازن وواقعي ويحتاج الآن إلى دعم جميع الأطراف. وصفت صحيفة لوموند الفرنسية خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن حول قطاع غزة بالخطير وغير المتوقع. وكتبت الصحيفة الفرنسية في مقال لها تحت عنوان جو بايدن يحاول إيجاد مخرج لحرب غزة إن الخطاب الأخير لبايدن يمثل تحولا في التوجه الأمريكي في حرب غزة، كما أنه يظهر نفاذ الصبر حيث أصبحت الحرب التي تخوضها إسرائيل منذ 8 أشهر فخا للبيت الأبيض على حد وصف الصحيفة. من جانبه اعتبر الرئيس الاندونيسي المنتخب برابو بيري ان اقتراح الرئيس الامريكي جو بايدن بخصوص وقف اطلاق النار في غزه خطوه مهمه للامام. وفي هذا الاطار اكد الرئيس الاندونيسي ان بلاده مستعده لارسال قوات حفظ سلام الى غزه لتنفيذ وقف اطلاق نار في القطاع اذا اقتضى الامر. كما شدد الرئيس الاندونيسي على ضروره اجراء تحقيق شامل في الكارثه الانسانيه في رفح الفلسطينيه والى حل عادل للوضع في فلسطين، معلنا استعداد اندونيسيا لاجلاء ما يصل الى 1000 مريض من غزه واستقبالهم وتقديم الرعايه الصحيه لهم. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين. كرر وزير الخارجية الإيطالي أنتوني تاياني معارضته لاستخدام أوكرانيا أسلحة إيطالية لضرب أهداف في روسيا، محذرا من اتخاذ خطوات متسرعة بهذا الشأن. وأضاف تاياني أن إيطاليا سترسل حزمة أخرى من المساعدات إلى أوكرانيا في غضون أسابيع. وشدد الوزير الإيطالي على أن روما لن ترسل أي جنود للقتال في أوكرانيا قائلا إن بلاده ليست في حالة حرب مع روسيا. هذا وأعلنت عدة دول حلف شمال الأطلنطي تأييدها للسماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة مقدمة من الغرب لضرب الأراضي الروسية. أعلنت أوكرانيا أن روسيا شنت هجوما بصواريخ وطائرات مسيرة دمر منشآت للطاقة في 5 مناطق في أنحاء البلاد. أفادت الشركة المشغلة للكهرباء في أوكرانيا أنه 6 هجوم ضخم ومعقد بالصواريخ والمسيرات على البنية التحتية المدنية للطاقة منذ مارس الماضي. وذكر مسؤولون محليون أن فرق الإطفاء أخمدت حرائق في عدة مواقع بعد الضربات، ولم ترد تقارير بعد عن وقوع إصابات.
أعلنت أوكرانيا إطلاق روسيا 53 صاروخاً و 47 مسيرة نحو أراضيها خلال 24 ساعة. وأفادت القوات الجوية الأوكرانية بأنها تمكنت من إسقاط 35 صاروخاً و 46 مسيرة. من جانبه جدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي دعوته لتزويد بلاده بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم كافة سبل الدعم والمعاونة للأشقاء في أوغندا لمواجهة الآثار الناجمة عن تفشي مرض الحمى القلاعية ومساعدتهم في السيطرة على المرض، سلمت مصر 3 ملايين جرعة من اللقاح الثلاثي للحمى القلاعية للأشقاء في أوغندا من إنتاج معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية. من جانبهم أعرب المسؤولون الأوغنديون عن عميق الشكر والامتنان لمصر ومساهمتها في السيطرة على الموقف الوبائي والذي تمر به أوغندا والذي يعد من أخطر الأمراض التي تهدد الثروة الحيوانية. دفعت إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة باللجان لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم بمحافظتي دمياط والغربية. في إطار حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الرعاية والتيسيرات التجنيدية لأبناء الشعب المصري خاصة لكبار السن وذوي الهمم، قامت إدارة التجنيد والتعبئة بالتعاون مع محافظتي دمياط والغربية بدفع لجان تجنيدية لإنهاء المواقف التجنيدية لكبار السن وذوي الهمم بالمحافظتين. وخلال مراسم تسليم شهادات المعاملة التجنيدية، ألقى اللواء محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة كلمة أكد خلالها حرص الإدارة على مسايرة حركة التطوير الشاملة لقواتنا المسلحة والعمل على تطوير منظومة الأداء داخل المناطق التجنيدية بما يحقق السرعة والدقة في تنفيذ المهام وتقديم الخدمات للمواطنين. فيما ألقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط كلمة أعربت فيها عن تقديرها للجهود التي تبذلها القوات المسلحة لتقديم الرعاية الاجتماعية لذوي الهمم وتقديم التسهيلات التجنيدية لإنهاء مواقفهم التجنيدية، مشيرة إلى أن ملف ذوي الهمم يعد من أهم الملفات التي تولي إليها المحافظة اهتماما بالغا. وخلال الفعاليات التي أقيمت بالمركز الثقافي لمدينة طنطا، ألقى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية كلمة أشار فيها إلى حرص المحافظة على التعاون مع القوات المسلحة لإنهاء المواقف التجنيدية لأبناء المحافظة من ذوي الهمم، وذلك لكونهم جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع. وتوافد أبناء محافظتي دمياط والغربية على اللجان التجنيدية وتوقيع إجراءات الكشف الطبي لإنهاء إجراءاتهم وتسلمهم شهادات المعاملة التجنيدية، وقدموا عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة لما تقدمه من أوجه الرعاية والاهتمام. حاجة مشرفة جدا والله، وإحنا بنشكركم جدا لأن أنتوا عاملين لهم بصراحة كل سبل الراحة. يعني كل حاجة فعلا كانت متسهلة، مفيش حاجة صعبة، مفيش حاجة إن الواحد فعلا يبقى اسمه تعب فيه. قمة التسهيل اللي عملوها لنا، وبنشكرهم على الخدمات اللي عملوها النهاردة والمقابلة وحسن الضيافة. ادونا ميعاد هنا وبصراحة قاموا معانا بكافة، يعني بصراحة الخدمات ممتازة جدا، احنا كنا نعمل ده في سنة. والله هم سهلوا لنا بكل حاجة باللجنة الطبية. رحنا إدارة الجامعة جامعة طنطا ولقيت كل التسهيلات كلها من العساكر من الجنود بكله بخدام مؤمن جوه بالكشف الطبي عليه، ما حسيتش بأي تعب خالص نهائي. أنا جاي النهاردة أخد المعافاة النهائية للجيش بالنسبة للتجنيد بتاع ابني. بصراحة القوات المسلحة قايمة بخدمة رائعة جدا جدا معنا وموفرة علينا حاجات كتير جدا، حاجة كده مبهرة، حاجة فيها إبداع، حاجة فيها فخر واحترام للإنسانية. حضر المراسم رئيس جامعة دمياط وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الغربية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظتين.
استضافت وزارة الداخلية المؤتمر العربي 22 لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية بالدول العربية، حيث تم تنظيم زيارة المشاركين فيه لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان، وذلك للاطلاع على التجربة المصرية المتميزة في إنشاء مراكز إصلاح وتأهيل متطورة وفقا لأحدث المعايير العالمية. ترسيخا لقيم العمل العربي المشترك وحرصا على تبادل الخبرات بخاصة في المجال الأمني وصولا لتحقيق الأمن والاستقرار، استضافت وزارة الداخلية بمقر أكاديمية الشرطة المؤتمر العربي 22 لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية، والذي شهد استعراض التجارب الوطنية للدول المشاركة في مجال تطوير المؤسسات العقابية، ومن بينها التجربة المصرية في إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل. النهضة الكبيرة التي تعيشها مصر لم تقتصر فقط على ما يتعلق بالنواحي البنية التحتية وغيرها من هذا، إنما أيضا وصل إلى الإصلاحيات التي رأينا فيها تطوراً كبيراً جداً. لا شك بأن مثل هذه الفعاليات أو الملتقيات أو المناسبات تعزز من التعاون العربي المشترك، بالإضافة إلى تساهم في التعرف على العديد من الجوانب الإيجابية فيما يتعلق بالنسبة حق تجارب الدول الأخرى. ناقش المؤتمر عددا من الموضوعات الهامة ذات الصلة بالمنظومة العقابية، من بينها العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية وتأثير العقوبات على الترابط الأسري، فضلا عن شمول الرعاية الاجتماعية النزلاء وأسرهم في إطار التطوير الشامل للنظم العقابية في الدول العربية. وعمل هاي المؤتمرات يعني مفيد لكافة الدول وخاصة في الوطن العربي، يعني لما لها دور يعني لنقل المعلومات من دولة لدولة وأخذ المبادرات يعني كل ما هو جديد في المؤتمر. التجربة المصرية حقيقة تجربة جميلة رائعة، ونتمنى يكون الأخوان الآخرين يحذو حذو هذه التجربة في تنفيذها. وعلى هامش فعاليات المؤتمر، نظمت وزارة الداخلية زيارة للمشاركين من مختلف الدول العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، نظمت زيارة لهم لمركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان، والذي يعد أحد المراكز التي أنشأتها الدولة لتطبيق أحدث النظم العقابية ذات الأبعاد الإنسانية، والتي أثبتت نجاحاً كبيراً وفقاً لما أكدته المنظمات الدولية والإقليمية التي قامت بزيارة هذه المراكز. المشاركون في المؤتمر أشادوا بالطفرة الإنشائية للمركز وبالمرافق الصحية والخدمية والتعليمية والتأهيلية التي يتمتع بها لتوفير أقصى درجات الرعاية للنزلاء والمساهمة في تأهيلهم لتسهيل اندماجهم في المجتمع وفقاً لأعلى المقاييس الدولية في مجال حقوق الإنسان، كما أبدوا رغبة كبيرة في نقل التجربة المصرية لبلدانهم. تجربة رائعة، تجربة مفيدة، جديرة بالاهتمام، جديرة بالاحترام، تعطي إصلاح كامل للنزيل. هذه فرصة لنا كلنا هنا حاضرين أن نتبادل مثل هذه الخبرات والتجارب وهذه المكاسب للبلدان العربية حتى نصل إلى المبتغى، وهو إعادة تأهيل الشخص في بيئته العادية وهي المجتمع. انتقلت الوفود العربية بين جنبات المركز، حيث شاهدوا برامج تأهيل السيدات والتي تمكنهم من تعليم مختلف الحرف التي استطاعوا إتقانها بدقة كبيرة، وكذا الرعاية المقدمة لهن بخاصة السيدات الحاضنات، حيث يوفر لهم المركز حضانة لقضاء وقت مع أطفالهن. ما شاهدناه اليوم يعني أعتقد
ليس بغريب على شعب مصر كتحدي وكمنجزات تنضاف إلى إنجازات أخرى. ومصر بطبيعة الحال معروفة بالرياضة في جميع المجالات، وينضاف اليوم مشروع جديد أعتقد أنه يترجم الفلسفة الحديثة للعقاب. فقد حقيقة سعدنا بما شاهدنا من إنجازات ومن أيضا إمكانيات ومن حقيقة رغبة صادقة في تغيير المفهوم المعتاد للسجن إلى مفهوم آخر جديد واللي هو عمود الإصلاح. تجربة إصلاحية وتأهيلية مصرية متفردة أشاد بها المشاركون في المؤتمر العربي 22 لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية، داعين الدول الأعضاء للاستفادة منها نظرا لنجاحها في تأهيل النزلاء وتسهيل اندماجهم في المجتمع وفقا للمعايير الإنسانية الوطنية والدولية. لا شك أن تنظيم مثل هذه المؤتمرات العربية المشتركة تسهم في تدعيم العمل الأمني العربي، خاصة في مجال المؤسسات العقابية، من خلال تبادل الخبرات في هذا المجال والاستفادة من التجارب الوطنية، ومنها التجربة المصرية في مجال إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل والتي تراعي المعايير الدولية والوطنية في مجال حقوق الإنسان. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. استأنف مجلس أمناء الحوار الوطني جلساته اليوم لمناقشة عدد من القضايا، من بينها بحث ما تم من جانب الحكومة في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلي والسريع لهذه المخرجات. هذا ويتضمن جدول أعمال الجلسات موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية، وذلك نظرا للأوضاع الخطيرة التي خلفها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة في مواجهته وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها وفي دعمها للقضية الفلسطينية، هذا فضلا عن متابعة وتقييم لجان وموضوعات الحوار التي لم تناقش حتى الآن أو لم تناقش أجزاء منها، واقتراح الجدول الزمني المناسب لمناقشتها. تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نظمت مؤسسة الجرح قافلة طبية مجانية بإحدى قرى محافظة الفيوم لخدمة الأسر الأولى بالرعاية. قامت القافلة بتقديم الرعاية الطبية الكاملة والمجانية للمواطنين من خلال توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج للمترددين، بالإضافة إلى تحويل الحالات الحرجة إلى عدد من المستشفيات.
تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نظمت مؤسسة الجرح عضو التحالف الوطني قافلة طبية بإحدى قرى محافظة الفيوم، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المرضى غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية، بما يعكس جهود التحالف الوطني بأن لا يقتصر العمل الخيري على تقديم المساعدة العينية، ولكن امتد للكثير من الخدمات ومن بينها الخدمة الطبية. احنا بيتم التنسيق بيننا وبين التحالف الوطني على بعض القوافل، يعني احنا القوافل دي مش مقتصرينها على يعني مش على مركز يوسف الصديق، لا التنسيق بيتم على المحافظه كلها، كل ما يعني كل فتره بنعمل قافله في مكان مختلف داخل محافظه الفيوم. بنستقبل الحالات تحت وبنسجل اسمائها، وبعد كده بنبدا نوجههم للاماكن اللي هيكشفوا فيها، وبعد ما بيخلصوا بنوجههم لاماكن العلاج او النظارات أو اللي محتاج عمليات. طبعا النظارات بيستلموها بعد 10 أيام، العمليات بيتحدد لهم مواعيد، وبنيجي ناخدهم من الأماكن بتاعتهم وبنرجعهم تاني بعد العمليات. يدوب بنعلن إن هنا في قافلة، بتلاقي إقبال شديد جدا من الناس والأهالي، وبالفعل يعني القافلة بتقدم لهم عمليات بالمجان، علاج بالمجان، نظارات بالمجان، كل التكلفة بتحملها المؤسسة جمال الجرح. القافلة شملت تقديم الرعاية الطبية الكاملة والمجانية للمواطنين من خلال توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج للمترددين، بالإضافة إلى تحويل الحالات الحرجة إلى عدد من المستشفيات. القافلة بتبقى الهدف بتاعها إن احنا بنكشف على الناس كلها، طبعا الخدمة مجانية، بنكشف على الناس كلها بحيث ان اللي محتاج اي خدمة بنقدمها له، سواء كان علاج سواء نظارات او لو في عمليات بنصفرهم بيعملوا العملية وبيرجعوا تاني. طبعا كل مريض بيكون عمليته مختلفة عن التانية، بنقسم المرضى بناء على المشكلة اللي عندهم، في مية بيضة، في مشاكل في القرنية، في مشاكل في الشبكية وهكذا. خدمة ممتازة الحمد لله، وربنا يجزيهم خير ويكتر من أمثالهم. كشف مجاني والعلاج مجاني وكل حاجة مجاني على حسابهم، يا رب يخليكم ويبارك فيكم يا رب. جينا هنا اللي عاوز عملية بيتعمل له عملية ببلاش، واللي عاوز نظارة بيتعمل له برضو نظارة ببلاش. تنظيم القوافل والعيادات الطبية يأتي في إطار الخدمات التي تقدمها مؤسسات التحالف الوطني في استجابة لتوجيهات القيادة السياسية ولدعم جهود الدولة في تحقيق الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين في مختلف المحافظات. جرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. هنأ البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية جموع الأقباط بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر. وأشار البابا توادرس خلال كلمة مصورة له نشرتها الصفحة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى اهتمام الدولة في الآونة الأخيرة بمسار العائلة المقدسة، مضيفا أن العائلة المقدسة خلال رحلتها إلى مصر لم تستقر في مكان واحد، ولكنها باركت ربوع مصر. أطلقت مؤسسة حياة كريمة مشروع صك الأضحية للعام الثاني على التوالي بأعلى جودات لحوم وأقل سعر للصك، وذلك بعدما نجحت الموسم الماضي في توصيل اللحوم لأكثر من 125 ألف أسرة مستحقة. وتضمن مؤسسة حياة كريمة توفير أفضل أنواع اللحوم البلدي من سلالات أبقار مميزة في مزارع المؤسسة، وبإشراف بيطري وفني كامل على كل مراحل التربية والتغذية السليمة لضمان لحوم بجودة عالية وزيادة نسبة اللحوم الحمراء. وأعلنت المؤسسة أن لديها قاعدة بيانات كبيرة من الأسر الأكثر استحقاقا
في كل محافظات الجمهورية يتم الوصول إليها، إضافة إلى قيام المؤسسة بتحديث البيانات بشكل مستمر لتحديد احتياجات الأسر المختلفة والتي تضم الفئة المستحقة من المرأة المعيلة والمسنين والمرضى والأرامل والأيتام. الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة. أخبار المال والأعمال مع محمد عبد الله. إليك محمد. شكرا هبة وشكرا أدا. إلى أخبار الاقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا حول دعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال إنتاج الطاقة المتجددة. وفي التقرير تمت الإشارة إلى إعلان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن بدء تلقي طلبات التسجيل للشركات الراغبة بالمشاركة في المرحلة الأولى من مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة المنشأة عن طريق القطاع الخاص، والتي سيسمح لها باستخدام شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لبيع الطاقة الكهربائية المنتجة لمستهلكين جدد على شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك حتى نهاية شهر أغسطس القادم. التقت وزيرة التعاون الدولي المديرة التنفيذية المساعد للشركات وتعبئة الموارد لبرنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة، حيث ناقش الجانبان تعزيز جهود الأمن الغذائي ودعم صغار المزارعين. كما شهد اللقاء بحث المشروعات الجارية ضمن البرنامج القطري المشترك 2023-2027 وتعظيم الاستفادة من مركز الأقصر للابتكار وتبادل المعرفة. أكدت الحكومة أن حجم الاستثمارات التي تم إنفاقها بمدينة المنيا الجديدة خلال 10 سنوات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014 وحتى الآن يعادل ضعف ما تم إنفاقه خلال 28 عاما منذ نشأة المدينة. وأشارت الحكومة إلى أن هذا التطور الكبير في حجم الإنفاق الاستثماري بالمدن الجديدة بشكل عام وخاصة في صعيد مصر يهدف إلى رفع نسبة الحضر بتلك المحافظات، ما يؤدي إلى زيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتوفير الفرص الاستثمارية وفرص العمل. أعلنت منظمة التعاون الإسلامي فوز مدينة القاهرة
دمشق عاصمة للسياحة للدول الأعضاء بالمنظمة لعام 2026. تضمن ملف ترشيح مدينة القاهرة عدة جوانب، وهي المسار التاريخي الأثري للقاهرة والذي يشمل المعالم التاريخية والأثرية على مر العصور، والتي من بينها مناطق آثار الجيزة وسقارة، والمسار الروحاني للقاهرة والذي يشمل مواقع التراث الإسلامي ومنها مساجد الحاكم بأمر الله والأزهر وأحمد بن طولون، بالإضافة إلى مسار رحلة العائلة المقدسة بالقاهرة. افتتح وزير البترول طارق الملا محطتين جديدتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعي في محافظة السويس، كما تفقد كذلك خدمات المركز المتنقل لتحويل السيارات للعمل بالغاز. وأكد الملا عقب الافتتاح أن هذه المحطات التي يفتتحها قطاع البترول بشكل متواصل في مختلف الطرق والمحاور يسرت للمواطنين الاستفادة من الغاز في السيارات كوقود أقل تكلفة وموفر لمستخدميه، وله مزايا بيئية كونه وقودا نظيفا، وهو ما يتضح في الإقبال الكبير على تحويل السيارات واستخدام هذا الوقود النظيف. يعني من ضمن الخطة القومية وبدعم الرئاسي في التوسع في هذا النشاط اللي هو تموين السيارات بالغاز المضغوط، الحقيقة بمستهدف 1000 محطة علشان نكون منتشرين في كل المحافظات في كل الجمهورية وكل الطرق. ليه؟ عشان تدي للمواطن والقائد المركبة الطمأنة بأنه هذه الخدمة موجودة، وبالتالي يطمئن أنه هو يحول عربيته لكي تعمل بالغاز الطبيعي. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط وسجلت خسارة أسبوعية مع تركيز المستثمرين على اجتماع أوبك بلس، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 0.3% إلى 81.62 دولار للبرميل. وفي حين تراجعت العقود الآجلة تسليم أغسطس 0.8% إلى 81.11 دولار للبرميل. وهبطت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.2% لتبلغ 2.38 دولار للتر. وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.58% لتصل إلى 2.59 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. يعقد تحالف أوبك بلس غدا سلسلة اجتماعات في الرياض لبحث مصير تخفيض إمدادات النفط، ويعمل التحالف على صياغة اتفاق معقد من أجل التوافق عليه في اجتماعه الذي يتوقع أن يسمح فيه بتمديد بعض التخفيضات الحادة في إنتاج النفط حتى عام 2025. نهاية أخبار اقتصاد من جديد، أعود إلى هبة وأدى. شكرا لك محمد. نهاية النشرة، ولم يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. خلال لقائه السناتور لانسي جراهام، رئيس السيسي يؤكد أهمية تكاتف جهود وقف حرب غزة، ويحذر من خطورة التصعيد في رفح الفلسطينية. القاهرة تستضيف غدا اجتماعا لبحث إعادة تشغيل معبر رفح، وتؤكد أنها تبذل جهودا للعودة لمفاوضات الهدنة في ضوء الطرح الأمريكي الأخير. مع تواصل العدوان على أنحاء قطاع غزة، الأونروا تدعو إلى وقف الهجمات ضد منشآتها في القطاع ومحاسبة مرتكبيها. مشاهدينا الكرام، وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة السادسة من التلفزيون المصري. شكرا لكم، إلى اللقاء.